نعم يا دان يا دان يا دان يا دان. أحيانا الطرب يكون على الهادي، وأحيان ياخذك العالم ثاني، تنسى نفسك وتلقاها راحت بعيد، كانت وجهتها ليالي عدن. ليلة مستحيل تنسي طابعها العدني الأصيل، من فن وطرب وأجواء مستوحاة من اليمن السعيد، تأسرك وتخليك مو قادر تترك المكان، لأنك انغمست بروعتها وجمالها. الفنان عبد المنعم العامري كان أحد الفنانين اللي أحيوا ليلة من ليالي عدن، وأمتع الزوار بوصلات من الفن الجميل. كانت ليلة طربية من الآخر. أول شيء أهنيكم طبعا النجاح، وطبعا أنا في بلدي الثاني العربية السعودية، وأتشرف أن أكون بينكم وسطكم اليوم مشاركين في ليالي عدن. موسم ناجح بكل تأكيد، أتمنى التوفيق إن شاء الله. الشكر والتقدير لهيئة الترفيه المتمثلة في معالي المستشار تركي آل الشيخ، الدعم لهذه الفعاليات والمتابعة حقيقة أشكر. وأنا أتشرف أني موجود بينكم، وإن شاء الله أن نقضي أمسية غنائية طيبة إن شاء الله. كل فنان يتمنى أن يلتقي مع الجمهور السعودي، فأنا أتشرف وإن شاء الله أني أكون إضافة ولا بعض الشيء لهذه الفعاليات، وأتشرف مرة ثانية أن أكون معكم. الله طبعا هني نفسي طبعا أكيد أني سعيد، وأشكرهم على هذا الاهتمام، وإن شاء الله مثل ما تفضلت يعني أن أقدم وصلة غنائية تليق بمكانة الفنان عبد المنعم العامري، وتليق أيضا بالجمهور وتنال على أعجابهم. ولما نتكلم عن عدن مستحيل ننسى الأكل العدني اللي له عشاق ومحبين كثير، ومطبخ عدن حاضر بالأكلات اليمنية اللذيذة، بداية من خبز الملوح اللي مستحيل أحد يتقنه غير أهل اليمن وخاصة أهل عدن. ومن الأكلات العدنية اللذيذة العقدة اللي من مكوناتها الدجاج أو اللحم، ويكون معها البطاطس وبعض الخضروات اللي تنعمل بالطريقة العدنية وتقدم في أواني حجرية. ومن العقدة للمقلقل، ومن المقلقل للعريكة، ويا جمال الأكل العدني ويا لذته. ليالي عدن، بديك فكرة ليالي عدن هذه كيف جات. هذه فكرة المستشار تركي آل الشيخ، شاب الفكرة ليالي عدن، يبي يجيب الأكلات العدنية والتراث العدني والأغاني العدنية للرياض. جابنا إحنا ثلاثة شباب، أنا ومطاعم بانعمة وعبد الله الجبر اللي صمم المكان، سوينا اتحاد ثلاث وطلعنا مطعم ليالي عدن. يمكن انتوا صورتوه والناس حيشوفوه، ولازم يجي يكتشفوا المكان بالديكور وبالطرب وتقديم الاكل بطريقه معينه، ترجع ايام زمان كيف كانت تتقدم الاكلات اليمنيه من اليمن الى السعوديه. والله بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله موسم الرياض فعاليات متواصله، الواحد صراحه ما يلحق يروح وين ولا وين. أنا هنا في البوليفارد من الساعة 6، يعني ما أصدق أنه الآن صارت الساعة 12. أجواء رائعة، إحنا الآن في ليالي عدن زي ما أنتم شايفين، يعني مستمتعين الأخوان بالأجواء الجميلة هذه، والله يعطي العافية كل المسؤولين اللي رتبوا لنا الأمور هذه هنا. والله شيء جميل أنك أنت تمشي في البوليفارد حتى وتتمشى وتشوف ناس من جميع أنحاء العالم جايين يستمتعون وعايشين مع بعض ومستمتعين بالأجواء الحلوة هذه. ليالي عدن غير. ليالي عدن مو بس طرب وأكل عدني وأجواء حلوة، ليالي عدن تفاصيل دقيقة وجو وتعيشه يوديك وانت في الرياض إلى عدن. البرنامج يا هلا، محمد العرجاني.